طبعا راح يكون السيستم مالها على اساس هذا حق الكار بلاي، راح يكون بهالطريقه شاشته. من يدش الاوتو كيت راح يرجع حق نظام الكار بلاي او الاندرويد سيستم، ونعطيه موافق على شغال 100%، والتحكم سكان شغال. اوكي الحين اشتغل. طبعا هو مشغل ريال فيديو، ما ادري شنو الفيديو اللي مشغله، نفس الطريقه راح يشتغل عندنا. ويعطيكم العافيه. Play.